دلوقتي احنا هناخد مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال المرور بما ان انتوا بدأتوا تنزلوا دلوقتي في شوارع مصر، وطبعا هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر الطريق بيشهد كثافة مرورية أيضا. هنروح كده لشارع رمسيس بيشهد الشارع كثافات مرورية تبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مائي والمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وفي كثافات مرورية هناك بسيطة ومتقطعة. هنستكمل جولتنا دلوقتي في محافظة الجيزة، الطريق الدائري حالياً بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر فبيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين ففي بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. هنروح شارع الهرم هنلاقي إن في كثافات مرورية نسبية، والكثافات دي طبعاً بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وهتظهر كثافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة الإسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانليا وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.